اليوم فقرتنا من صيدلية روحي فرع وادي صقرى رح نحكي لكم فيها عن كرسي دومو للأطفال. فقرتنا اليوم للأمهات الحوامل المقبلين على الولادة واللي عم بيحضروا ليشتروا أشياء بتساعد أطفالهم للنوم، وكمان للأمهات اللي عندهم أطفال وعم بيعانوا من مشاكل بالنوم. اليوم محضرين لكم كرسي رح يساعد أطفالك يناموا أحسن، لأنه هذا الكرسي بيخلي الطفل محضون أكتر وبيحس حاله ممسوك بطريقة أو قاعد بطريقة بتريحه بفترة نومه أو حتى وهو عم بيلعب. الكرسي فيه له مميزات كتير، من أهم مميزاته للأطفال الرضع إنه بيساعد بحالات المغص. نعرف إنه الأطفال بأول 3 أشهر دائماً عندهم مغص وما بيروح إلا إذا حملت الطفل ومشيتي فيه وشوي هيك حطيتي ضغط على منطقة بطنه، بس إذا بتحطيه بكرسي دومو رح يساعدك، لأنه الطفل بيكون قاعد بوضعية بتخلصه من الغازز وممكن يرتاح وينام. كمان للأطفال اللي بيحبوا دايماً يكونوا محطونين أو محمولين بيساعدك تحطيه على كرسي الأطفال وهو فايق ليلعب، لأنه هذا الكرسي بتركب عليه إشياء زيادة زي أكسسوريز بتقدر تحطي عليها ألعاب. وللأطفال اللي متعودين على الهز أو اللي بيحبوا يناموا هن عم بينهزوا، أو أنت بتحسي أنه طفلك ما بينام إلا إذا هزيتيه شوي، كرسي دومو بيجي معه كمان قطعة بتساعدك أنه تهزي هذا الكرسي بس بحركة صغيرة من إجرك. بدي أزيد لكم قطعة على هذا الكرسي اللي عم بحكي عنه، لقيتها بصيدلية روحي وادي صقرى محل ما إحنا هلأ عم نصور. هاي قربة للطفل تحطيها بالمايكروويف تسخن، تقدري تحطيها على الكرسي فبتسخن الكرسي والبيبي بينام أحسن خلال فترة الليل. وكمان تقدري تستعمليها للبيبي اللي عنده مغص أو اللي بحاجة لدفع عند منطقة بطنه أو أي منطقة بجسمه. حلوة كتير، جربوها. من المميزات اللي رح تلاقوها بكرسي دومو، أول شيء إنه فيه انحناء كتير صحي ومفيد للأطفال الرضع وحتى الأطفال لما يكبروا. من هون بتلاقوه عالي ومن تحت بتلاقوه واطي، وهذا مناسب حتى لنوم الأطفال ومناسب لما يكونوا قاعدين عم بيلعبوا. كمان دايماً بيكون فيه قشاط، لأنه للأطفال تحت عمر السنة أو حتى لسنة ونص لازم دايماً يكونوا مربوطين عشان بتخافي إنه يوقعوا ويصير في عنا يعني حوادث. فدايماً احرصي إنه تربطي الأطفال بالقشاط اللي بتلاقيه مع هذا الكرسي. للأطفال اللي أكبر شوي، يعني عم نحكي من عمر 3 سنين وفوق، تقدري تحولي هذا الكرسي لكرسي بدون قشاط بإنه بتاخدي هاي القطعة وبتنحط عليه وبتسكر. من القطع اللي ممكن تديهم على هذا الكرسي هي هاي القطعة الحديد اللي بتهز الكرسي، فبتقدري بإجرك تهزيه شوي أو بإيدك وبساعد الطفل إنه ينام أو إذا عم بيكون ببكي بهدى وبروق. كمان تقدري تجيبي كمان قطعة مثل هاي بتركب عليها ألعاب من نفس الماركة اللي هي دومو، بتساعد الطفل إنه يلعب فيها إذا كان قاعد وعم بيلعب. حبينا نفرجيكم هذا الكرسي على الحقيقة كيف ممكن يناسب الأطفال. معنا بيبي سند عمره تقريباً 8 أشهر، وشوفوا كيف قاعد عليه مرتاح مبسوط على الآخر. حطينا له هاي اللعبة لأنه كمان بهذا العمر كتير حلو نحط لهم موسيقى وألعاب عشان ننمي عندهم التطورات اللي بتصير بهاي الأعمار. ورح أفرجيكم كيف ممكن ينهز بسهولة، وهاي كمان بتساعد سند إذا كان نعسان وبده ينام بقدر ينام على هاي الهزة. من المميزات اللي بتميز كرسي دومو إنه كتير ناعم الملمس، وممكن يصير في ريحة معينة الطفل يضل يشمها عليه، عشان هيك رح تلاقي إنه طفلك صار يحب الكرسي، وإذا طلعتيه برا البيت واضطريتي تنيميه على مقعد تاني يمكن ما يكون مرتاح. وعشان هيك بتقدري تحملي معك هذا الكرسي لأنه كتير خفيف لما تاخدي الطفل برا البيت. فهاي من الأشياء اللي بتريحك مع طفلك جوا البيت وبرا البيت.